احنا النهاردة هنتكلم عن السموم. السموم الطبيعية هي سم الثعبان، سم العقرب، سم العنكبوت. وفي الاصول النباتية في نبات الدطورة والخشخاش والماريجوانا والبلدونة والكوكا، دي نباتات بيطلعوا منها بالفعل الأتروبين والمورفين والكوكايين. وملك السموم النباتية هو الأكونيتين. ده بقى السم اللي بتستعمله المخابرات CIA علشان أي حد عايزين يودوه ورا الشمس كوباية عصير برتقال وشوية بودرة ومش هنشوفه وش تاني. السموم اللي جاية من أصول معدنية زي الجرنيخ والزئبق وزي ثيانور البوتاسيوم، كل دي عبارة عن دفتر السموم القديم. دلوقتي الإنسان لما ابتدى يلعب في التخليق الكيماوي، عملية التخليق الكيماوي، فتح دفتر جديد مرعب اسمه دفتر السموم المخلقة. خد المورفين وقعد يلعب في الجزيء بتاعه وعمل الديامورفين اللي اسمه الهيروين المخدر المرعب. وبعدين لقى الكلام طلع منه حاجة اسمها الكراك، ده لعنة القرن العشرين، اللي هياخد الكراك ده اللي هيشم الكراك مش هيبقى مدمن، هيبقى مجرم في ظرف 24 ساعة يطلع يقتل في الناس. من السموم المخلقة ايضا LSD او عقار الهلوسة. لما تاخده هيجيلك هستيريا، تبقى واقف في البلكونة، تطلع على سور البلكونة، يتهيألك انك ممكن تعوم في الهواء وتتفتح، فتروح ناطط من السور تنزل فوق. في الخمسينات الانسان طلع من حقيبة المخلقات تركيبة جديدة اسمها DDT، غزت العالم واكتسحت الأسواق بزعم إن هي أحسن حل لمسائل الحشرات والحاجات دي. وكانت النتيجة إنها انعكست علينا بتلوث عام في كل ما نأكل ونشرب. وأخيرا محرم دلوقتي استعمال DDT. لكن المقانع المبيدات ابتدت تخلق من DDT سلالة من 40,000 مركب مخلق من مبيدات مختلفة تحت اسم مبيدات أعشاب، مبيدات بكتيريا، مبيدات حشائش، مبيدات حشرات، مبيدات فطريات. وبعض هذه المبيدات تفوقت زي المبيد اللي اسمه 245T، ده مبيد اعشاب امريكا بترش منه 3000 طن في السنة. وحاليا بيعتبر احسن مبيد اعشاب. وفجأة طلع صاروخ جديد اسمه الدايوكسين. سمعتوا على الدايوكسين؟ ايه هو وايه حكايته؟ في سنة 1976 في 10 يوليو يوم السبت الصبح انفجر مصنع مبيدات في ميلانو في ايطاليا، وانتشرت سحابة من الدخان الاصفر. وفي مربع حول المصنع بعرض كيلومترات
شوهد ألوف القطط والكلاب ميتة في أكوام في الشوارع، 2000 طفل جالهم التهاب جلدي مدمن، انتشرت حالات سرطان بعدد كبير، وحالات إجهاض، حالات تضخم في الكبد، حالات فشل كلوي، وحالات التهاب أعصاب، وعلنت حالة الطوارئ، وابتدوا يخلوا المنطقة ويهجروا الناس. وبعدين المعامل بعد ما حللت الغبار اللي نازل من السحابة الصفراء، قالت الغبار ده عبارة عن مادة دايوكسين. ايه هو الدايوكسين ده؟ في الواقع المصنع ما كانش بيعمل دايوكسين، هو كان بيعمل تترا كلوروفينول اللي هو بيطلعه منه المبيدات اللي هي 245 تيل اللي قلنا عليه. اللي بيحصل ان اثناء تركيب هذا المبيد اللي هو 245 تيل لو حصل اي خلل، ارتفعت الحرارة، زادت القلوية، زاد الضغط، يحصل ناتج ثانوي احد الشوائب اسمه الدايوكسين. ده عبارة عن مركب تركيبه هو تترا كلورو دايبنزو دايوكسين، بيدلعوه ويسموه TCDD. ايه حكاية الدايوكسين ده؟ عشان تاخدوا فكرة عن سمية هذا المركب المخلق، اقول لكم ان نص جرام يعني اصغر من قرص اسبرين، حاجة اصغر من قرص اسبرين، يموت كام تفتكر؟ 350 بني ادم يخلص عليه. ده السم الرهيب بتاع القرن العشرين. حاليا احتل اعمدة الرعب في الصحف العلمية. تترا كلورو دايبنزو دايوكسين عبارة عن 3-4 ذرات كلور وجزيئين من البنزين. تركيب بسيط لكن عبارة عن مادة عجيبة جدا. هذه المادة إذا دخلت في الجسم بتخش على نواة الخلية، وبعدين تخش على الشريط الوراثي، تندمج في الشريط الوراثي، وبعدين تكون النتيجة تتلف وتدمر جميع الوظائف. كمية ضئيلة جدا منه جربوا على القرود، جرعة يومية عبارة عن 1/10 مليون من الجرام. عارفين يعني ايه 1/10 مليون من جرام؟ يعني يمسكوا الجرام ويقطعوه 10 مليون فتفوتة ويدوا فتفوتة لتر. 1/10 مليون من الجرام جرعة يومية. بعد الشهر ايه اللي حصل؟ القرد حصل فيه نزيف داخلي في الرئتين والقلب ونخاع العظام، تضخم في الكبد، وغرغرينا في الأصابع والأطراف، صوابع وقعت، وأيضا شعر جسمه كله وقع، وبعدين جميع وظائفه تدهورت تماما، جميع الوظائف تدهورت تماما، وبعدين انتهى حاله الى نوع من الغيبوبة وهزال، وتحول الى حاجة زي الرنجة، وبعدين اصبح رمة ومات. 1/10 مليون من الجرام. ايه ده؟ ده سم غريب قوي. احفظوا اسمه، ده اسمه دايوكسين. دلوقتي
وزارة الصحة اضطرت انها تعمل تعليمات مشددة على 245 تي، لان واضح انه في شوائب دايما بمقدار ضئيل جدا من الدايركشن. فتقول لك ممنوع صرفه وبيعه الا لما يطلع شهادة ان الدايركشن الموجود فيه اقل من كذا، واحد على مش عارف 10,000 من الجرام في كل العلبة كلها. وبعدين الاخر منعوا رش ال 245 تي بالمرة في امريكا واخيرا في انجلترا، والكلام لا ينتهي عن هذا السم الرهيب